السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا تهيئة تاع الواجهة البحرية على مستوى منطقة باب الواد والكيتاني. انطلاقا من منطقة قاع الصور، وين نشوف هنا نلاحظ انه فيه اشغال، ناخذ فكرة عن الاشغال تاع التهيئة تاع الواجهة البحرية على مستوى باب الواد والكيتاني. اذا نشوف هنايا في تهيئة تاع الباركينج في المنطقة هذه. اذا نروح نقرب للواجهة البحرية. إذن نشوف أن فيه أشغال نتاع التهيئة ونتاع الكونسوليداسيون نتاع الساحل. وتوسيع الساحل. هنا فيه أشغال تاع التوسيع تاع الساحل. إذن على مستوى منطقة قاع الصور، ما يسمى بقاع الصور وباب الواد، فيه أشغال كبيرة. نزيد نافونسي هنا من جهة هذه، من جهة اتجاه الكيتاني، نروح نشوف منطقة الكيتاني. هنا نشوف انه فيه اشغال نتاع توسيعة نتاع الرصيف. وهذا شيء جيد، يعني المطلوب هنا واش ماذا بينا انه يكون فيه طريق هنا في المنطقة هذه، طريق ساحلي بعرض بأربع أروقة، زوج أروقة في كل اتجاه، وبأرصفة عريضة بعشر أمتار أرصفة، ويكون فيه طريق ساحلي يمتد من منطقة الإميرالية إذن ماذا بينا يكون فيه طريق ساحلي يمتد من منطقة الإميرالية إلى حدود عين بنيان، إذن بعرض زوج أروقة في كل اتجاه، زائد رصيف عريض ذات 10 أو 12 متر عرض، وتكون فيه أشجار وكراسي ولومبادير وكل هذه الأشياء. لازم يكون عندنا طريق ساحلي في هذا المكان، لابد ولا بد، سوف ينقص الضغط على الطريق الساحلي الموجود حاليا على مستوى باب الواد والكتابي. إذا الإضافة
طريق ساحلي في المنطقة هذه إلى حدود يعني من المنطقة هذه من منطقة الإميرالية باتجاه هنا باتجاه كيطاني إلى حدود عين بنيان، يكون فيه طريق ساحلي عريض بهذا العرض. كما نعاود نأكد بزوج أرويقة في كل اتجاه، يعني أربع أرويقة بإضافة إلى رصيف، وتكون فيه ما يسمى الباليسترات عريضة، باليسترات كما الموجودة في شارع جيروت يوسف، تكون باليسترات عريضة بستين أو سبعين سنتيم عرض على جهة الواجهة البحرية، ولا سيكوريتي سلامة نتاع المواطنين، وتكون فيه دي كيوسك أكشاك، وتكون الكورنيش كما ناخذ أمثلة في كل مدن المتوسط شماله وجنوبه، شمال المتوسط أو جنوب المتوسط، كل مدن ساحلية نجد دي كورنيش مخدومين شابين عرب طوال فيهم اتساع. لابد نقلق هاد لي كورنيش هذويا في المكان هذا، في هذا المكان اللي رانا فيه بين الإمارالية إلى حدود بلدية عين بنيان، على امتداد حوالي 10 أو 12 كيلومتر أو أكثر، يكون طريق ساحلي يسهل الحركة تاع المرور، وكذلك يكون فضاء الإنسان يقدر يسيكيلي ويدير فوتينغ ويدير كذا وكذا. لابد يكون هذا الطريق ساحلي لأنه أهمية كبيرة جدا. إذن هذه هي التهيئة حاليا منطقة كيطاني بالواد، ولاحظ أنه فيه إنشاء رصيف، هنا فيه رصيف، وهذا الرصيف ما عنده حتى فايدة، الفايدة هي التوسيعة نتاع الساحل، توسيعة نتاع الساحل، نربح أمطار، ماشي أمطار، نربح كيلومترات مربعة على حساب الأمواج تاع البحر، على حساب البحر. لازم نعمر نردم هذه المنطقة كلها باش نربح مساحات كبيرة جدا قد نستعملها في مشاريع ذات منفعة عامة لسكان مدينة الجزائر العاصمة، واللي نذكر أن سكان مدينة الجزائر العاصمة هم من كل ولاية الوطن يسكنون في الجزائر العاصمة هذه، بلك الناس ما تعرفهاش، لكن السكان تاع مدينة الجزائر العاصمة هم خالط من كل سكان من كل ولايات الوطن، جاءوا على مراحل في فترات تجاوزوا الجزائر العاصمة، هم زارجوا من كل ولايات الوطن، لازم الإنسان يعرفها. إذا مدينة الجزائر العاصمة هي مدينة كل جزائري. 26 إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.